صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة استثنائية من برنامج الديربي. نشكر الإخوان في ونتو تعاونهم معنا وتعاوننا معاهم دائما يعني لصالح إن شاء الله تغطيتنا للأحداث الكروية سواء داخل الكويت أو خارج الكويت محليا أو أوروبيا. بالتعاون معاهم إن شاء الله راح نكون معاكم اليوم وباكر لتغطية مباريات دور الثمانية في كأس سمو ولي العهد، وإن شاء الله الإخوان في ونتو راح يكونون معاكم يوم الثلاثاء في حلقة أيضا استثنائية للحديث عن أحداث عام 2019. نرحب بضيوفنا ومحليا متواجدين معنا اليوم على اليمين مدربنا الوطني كابتن راشد بديح، بجانبه اللاعب السابق في نادي الكويت اللي مبارك له الفوز اليوم كابتن مشعل حميد، على اليسار مساعد سكرتير الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق الدكتور محسن العنزي، واخر الحضور اللاعب الدولي السابق الكابتن احمد موسى. حياكم الله يا اخوان، صبحكم الله بالخير، يا اهلا فيكم، مشكور على تواجدكم معنا. اللي حاب يشاركنا اللي عنده حديث عن مباريات او مباراتي اليوم او عفوا امس او حتى مباراتي اليوم حاب يتكلم عنهم، هذه ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. ايضا اللي حاب يتواصل مع الوكيل الاعلاني لبرنامج الديربي ايضا الرقم ان شاء الله راح يكون موجود على الشاشه، والاخوان في شركه التون جرافيكس مشكورين دائما على تعاونهم معنا. الشكر لرعاتنا وداعمينا شركه كيو اي تريد، مطعم التسيم مشكورين، مطعم سيامي وسطى مشكورين، بن العميد مشكورين، الطياب المرشود مشكورين، الشركه الكويتيه لخدمات الطيران كاسكو مشكورين، تولز بيتزا مشكورين، عسل عويد مشكورين، مطعم سيامي وسطى مشكورين، دير اندير مشكورين، معرض بريمير سبورت، وكلاء جيفوفا وزيوس في الكويت مشكورين. قبل لا ابدي خلينا نعزي الاخوان الرياضيين بشكل عام والاخوان الاسره القدساويه بشكل خاص، وفاه اللاعب السابق وليد مجبل. نسال الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. تلحقت عليه ابو سالم؟ لعب معي، لعب معه، كنت معاه. انا يعني صراحه احنا فجعنا اليوم بالخبر هذا. هو كان مريض؟ والله قبل شهر ماكو شيء، بس ظاهر خلال ايام قليله قبل اربعة ايام او خمسة ايام بالكثير كذي تدهورت حالته يعني. في زراعه وفي كذا، بس ماني عارف شنو التفاصيل يعني. ما يشوف. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. نعزيكم جميعا طبعا، نعزي انفسنا بالتاكيد، يعني لاعب ما سمعنا عنه الا كل خير صراحه، باخلاقه بسمعته الطيبه. احنا على الاقل اللي يمكن ابنه مره عندنا صح؟ لا 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 لا, 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 لا هو مبتعد يعني ما طلع ولا اعتقد مره ابنه لاعب غتساوي ابنه في الموسم اللي فات. ما اذكره بلا ابن لاعب غتساوي هم شيء كان مبتعد عن الاضواء وكذا يمكن. عموما البدايه ناخذ بعض الاخبار المنوعه قبل لا ندخل في الحديث عن مباريات كاس سمو العهد. في احداث حصلت اليوم فنحب نتطرق لها بشكل سريع. نبدا بالحدث الاول، يعني دائما الاخوان القائمين على قناه الاي تي في يعني ينظرون الى امور اخرى يعني جانبيه، ينظرون الى امور يعني بعض الاحيان اجتماعيه، بعض الاحيان ينظرون لها من ناحيه ايضا خلينا نقول تشجيعيه دائما، وهذه يمكن من ميزات الاخوان القائمين على قناه الاي تي في وعلى راسهم اخونا المدير التنفيذي احمد الفضلي. ودائما هالبوادر ترى طبعا يعني تتم، احنا يمكن ما نعرضها لانه مو اختصاصنا، لكن في بعض المبادرات تتم هي من اختصاصنا، فنحرص ان نعرضها، نشير لها، نحطها في التلفزيون. يمكن خلال مباراة العرب والقادسية اعتقد الكل شاف اللقاء اللي ظهر فيه المشجع العرباوي ابو جاسم، وامانة ابو جاسم ترى يعني تعاونه معانا في الاعلام شكل يشكر عليه، رجل خلوق. انا لما كنت اروح ازور اخوي مبارك الدوسري الله يرده بالسلامة كان يوميا ما شاء الله موجود عند ابو محمد، معاه قاعد معاه يسلي يحاول ينسي بعض آلام المرض. فأمانة يعني أخونا أبو جاسم كان يعني ولا يزال من الأصدقاء العزيزين. أبو جاسم طلع في لقاء كذي سريع مع الإخوان بعد مباراة العرب والقادسية، ويعني أثار يمكن شوي حماس الإخوان، ردود الفعل اللي جاتنا في حسابنا في تويتر. فاليوم بادرة طيبة من اخونا احمد الفضلي مع انه قدساوي، يعني شوف هذه الامور اللي احنا نقول دائما هي مبادرات
تدل على الامور الاخرى بعيدا عن المنافسه في الملعب. اخونا احمد الفضلي حرص على تكريم اخونا ابو جاسم كنوع من الـ 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 يعني المحبه، نوع من الالفه، نوع من انه ترى انا احمد الفضلي غتساوي بس انت يا ابو جاسم عرباوي، بس احنا يعني بيننا منافسه في الملعب في المدرجات فقط لا اكثر. هي بادره طيبه من الاخوان في قناه الاي تي في على راسهم اخونا احمد الفضلي. خلينا نشوف لقطات من هذا التكريم وبعدها سنعود. هذا القلم الاخضر شوفوه اللي شطبنا فيه نادي القادسيه جمهوره كاس ولي العهد، ما تشوفونه خلاص شطبناك بقلم اخضر، وهذا الخاتم جبته لكم من تركيا والله، وفزنا وراح نفوز وراح الكاس ولي العهد كاس بالمنصوريه ما حد يصابه. رسالتك القادسيه، قادسيه الكويت اي فريق يجي هذول الاثنين راح يدهونكم. واحد مثلك يا ابو حمد انا اتشرف فيه والله العظيم، مقدم ناجح وكنت من قبل قلت اتمنى اني اوصل بس نفس ما راح اوصل. الله يسلمك، ما اوصل. اي والله اي والله، وهذا دليل ابو جاسم اني انا ديمقراطي. اي والله ديمقراطي، انت بصيت مدير قناه غتساوي يكرم العطاء وانت قاعد تعاين. شوف وتقديرا حق ابو حمد، تقديرا حق ابو حمد، اقول حق جمهور القادسيه سامحوني، انتو رمز للكره الكويتيه، انتو نادي العربي، جمهور العربي، جمهور القادسيه رمز للكره الكويتيه. انا صراحه سامحوني لما اطلع بلقطات، احنا كل هذا بالعكس، هذه جماليه جمهور القادسيه والعربي في المعايات اللي في بالي، واتمنى وهذه يعني شفناها لكن بشكل حبي واخوان، وان شاء الله يا رب نشوف رياضه. في كلمه بقولها اسمح لي ان شاء الله، يا مبارك الدوسري يا ابو محمد، الرساله اللي قال لك اياها احمد الفضلي ابو حمد وصلت هذه. الله يسلمك، شكرا، وان شاء الله ترد لنا بالمشافه يا ابو محمد ونفرح فيك يا رب. شكرا يا ابو محمد، ونشكر اخونا عزيز عطيه يعني وبرنامج الناس. نعم عزيز عطيه، وانت عرباوي ولا غتساوي؟ بس ما اعرف الحين، لا مو راضي يقول يبا عرباوي. مشكور يا ابو جاسم، شرفتنا. شكرا يا ابو جاسم. ابو جاسم اذا اعطيتني الهديه اصير عرباوي، اذا ابو حمد اعطاني الهديه اصير غتساوي، عاد شوف منو اللي راح يعطيني الهديه اول. نتعود على طول وياه. نسمع خلاك الهلال تعود على كل شيء. مشكور يا ابو حمد على هالبادره، يمكن دكتور محسن تو وراني ايضا تغريده اشاد فيها في عفويه ابو جاسم، وطالب الاخوان العرباوي ايضا يعني بتكريم هذا المشجع. شوف ابو سعود، ابو جاسم انا صراحه اول ما التقيت فيه نفس انت ما تفضلت بدوينت اخوي مبارك الدوسري، وكان هو ملح القعده صراحه، واخر مره التقيت فيه في عزومه ديوان غتساوي، وكان يعني معايات مو طبيعيه صراحه، كان بروحه ضدنا الغتساوي بروحه والله العظيم. فانا يوم شفت له الفيديو والله العظيم ما اعطيت هالرجل لحقه، قلت اتمنى من مجلس اداره نادي العربي انه يكرم الرجل هذا لانه وفي صحيح. والله وفي معاهم، يعني انا من ايامنا يوم كنا في الاتحاد كان يحرص على الحضور، وكنت اشوفه المدرج، وكنت اشوفه خلفنا سواء فاز العربي او خسر نادي العربي تلقى ابو جاسم اول الحضور صحيح. وانا للامانه يعني انا اتمنى من الاخوان في نادي العربي ان ترى لو شيء بسيط، ترى هو التكريم مش تكريم مادي بقدر ما يكون معنوي، معنوي وتشجيعي. سبقهم بحمد، بحمد سبقهم والله العظيم. جاسم والله ترى جاسم يعني مو بس من ايامكم الاتحاد، ترى من ايام ما كنا نلعب، واول ما لعب فريق اول وانا اشوف الرجل ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيه الصحه والعافيه، وهو متواجد على المدرج وين ما كنا نلعب، مستحيل بالشباب كل اي ملعب نلعب تلاقيه موجود. والله من كثر ما صرخ ذاك اليوم بعشاء الجماعه في ديوان غتساوي، والله انا خفت عليه، والله خفت عليه، قلت له يا معود هدي تكفى يرحم والديك، ان شاء الله تفوزون علينا، والله انا قلت لك ان شاء الله تفوزون علينا بس تكفى لا تزعل. ابو عبد الله المميز في ابو جاسم يعني حقيقه الشخص محترم، قاعد يحتفل احتفال وما اساء لاحد، نعم صح، ولا اخطا على احد،
وهذا ما يميز ابو جاسم. يعني انا واحد من الناس انا احبه ويوم شفته والله استانست، ويوم شفته يفرح استانست. بعدين الفيديو ماله اغنيته مميزه مال اخواننا بالعمان يوم يقول تعال ما تعال ما صراحه ضحكني والله ضحكني. تبي تقول شيء مشعل؟ والله الله يعطيه الصحه والعافيه ابو جاسم، انا شخصيا والله ما اعرفه، بس الفيديو اللي انتشر له والكلام بعد المباراه نقول له يعطيك العافيه. هذا طبعا يشاهد ابو عزيز مو بس ابو جاسم، ابو جاسم على العين والراس، احنا نتكلم على جمهور العربي عامه. نعم الله يعطيهم الصحه والعافيه، صراحه الجمهور الوفي اللي يستاهل انه يفرحون بهالمباراه. كذلك ابو سعود، كذلك في ابو علاش بعد نفس الطريقه. صحيح. يعني يفرحون علي اوي 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 يسمونه اسم اوي 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 او شيء هم محترم ومميزين. يعني حقيقه الواحد هذا ودك انت الجمهور نفس النوعيه هذه. صحيح ما يقلط. صحيح ما يشتبه، ما يسيء لاحد، ما يسيء لاحد، يفرح بيفرح افرح واستانس. شوف كل فريق من حقه في يوم الفوز او بعده بيوم، خاصه اذا صارت العربي القادسيه الكويت والعربي الكويت والقادسيه، من حقه يفرح. وما فيها شيء لما يعني انا واحد من الناس والله العظيم بعد مباراه القادسيه والعربي طلعت من البرنامج اللي يقول لي ايش فيك العبره بتخنقك اللي المعايات المعايات ليش هو 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 من حقه يفرح. حقك يا اخوي افرح مثل ما تبي، ويعني اهم شيء انك ما غلطت. أيوة. ما اسات. صحيح. افرح يا اخي حقك. ابو جاسم والله ما غلط، كانت فرحه إيه مميزه وجميله صراحه، مميزه لا. وجميله. طيب ننتقل لموضوع اخر ايضا على طار التكريم. سباق دائما اخونا سامي الدبوس، حار بحار وسريع ما شاء الله التفاعل، ومنعا حتى ايضا لا تاخر امور التكريم وبعدها ايضا تختلط الامور. في اول جوله وفي اخر جوله من الدوري قبل لا يتوقف حق كاس سمو ولي العهد، اخترنا او محللين اختاروا عيد الرشيدي ليفوز بالجائزه كثاني لاعب يفوز في هذه الجائزه. وطبعا كان مفترض التكريم ايضا يتم قبل يمكن بعد ما خلص الدوري، لكن الاخوان القدساويه ارتأوا انه ايضا التزام اخواننا لاعبين القادسيه بمباراه كاس سمو العهد، فبالتالي تاخر الى اليوم يوم الاحد. فتم تكريمه اليوم بحضور اخونا ابو غانم وحضور اخونا ابو خالد ايضا جزاه الله خير عبد الله العدواني، وحضور ايضا اللاعب عيد الرشيدي وزميلنا ايضا خلف العنزي مشكورا كان حاضر ومتواجد واعد لنا هالتقرير. عيد مبارك لك، حصولك على جائزة أفضل لاعب في الجولة، جائزة سامي علي الدبوس، شو تقول في هذا التكريم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الأخ العزيز الكابتن سامي علي الدبوس على هذه الجائزة التحفيزية للاعبين المحليين بالدوري الكويتي، وإن شاء الله أنها ما تنقطع العادة هذه، لأنها هي جائزة تحفيزية للاعب الكويتي المحلي بأنه يقدم في كل جولة ويعطي عطاء كبير لكي يحصل على هذه الجائزة، إن شاء الله أنها ما تنقطع يعني. عيد اي دوري راح تحترف بعد لاتسيه؟ ما اقدر اعلم الغيب، بس خليجيا الاضواء كلها على الدوري السعودي، يعني اللي يتمنى بالدوري الكويتي انه يحترف خليجيا يكون بالدوري السعودي، ولكن برا الله اعلم يعني. ما في السعوديه منو فريق عيد الرشيدي؟ انا ما ابي تحرجني، بس انا اميل شوي مع نادي الاتحاد، ميول الجمهور نادي الاتحاد. شكرا مرة أخرى لأخونا أبو غانم سامي الدبوس، يعني بادرة ما هي غريبة عليك، نبارك القدساوية يستاهل عيد الجولة اللي قبل، طبعا آخر جولة في الدوري يستاهل أكيد. عيد قاعد يقدم مستويات مع القادسية، وأعتقد أن عيد ماشي بالطريق الصحيح. احنا نتمنى بس أنه يأخذ فرصة أكثر وأكثر علشان يثبت نفسه، وإن شاء الله يعني. شوف أبو سعود، عيد يذكرني بدر مطوع مع غلاوسو، لعب معاه موسم واحد بطل غلاوسو عقبها مشى بدر وكسر الدنيا، والله الله يعطيه الصحه والعافيه. يعني حقيقه بدر لاعب ما
اتحفنا بابداعاته داخل الملعب. عيد الحين مع منو؟ الحين مع بدر. خليه يتعلم من بدر شوي، ياخذ له سنه سنتين يتعلم من بدر، وان شاء الله ينطلق عيد ويصير نعم. احسن من بدر بعد ان شاء الله. موهبه شابه مش يعني دائما نعم. يقولون ما في مواهب، ما في مواهب بالكويت، عيد واحد من هالمواهب صراحه. لاعب ممتاز، بس قالها ابو سالم، قالها ابو سعيد، الاستمراريه، اللاعب يبي الاستمراريه بالملعب. صحيح. يعني انا كلاعب ما يصير العب مباراه ثلاث مباريات انزل شوط انزل 45 دقيقه، لا انا عيد في كذا لاعب صراحه لازم الاستمراريه. في الباك الشمال مال العربي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، لاعب جدا ممتاز، لاعب جدا ممتاز. الاستمراريه هذه ابو سعيد حتى مهم. تعطيك ثقه في بنفسك انك تكون لاعب، وعيد من اللاعبين صراحه المميزين. نعم. احنا خلينا نشيد في ايضا بادره ابو غانم، احنا دائما في كل مره لازم نعطيه حقه صراحه، ما نخليها تمر مرور الكرام. هذا من الامور اللي ما قاعد نشوفها في ملاعبنا الان، شركات راعيه ما قاعد تسوي هالامر. ابو دكتور والله شوف بسعود، اليوم انا كنت موجود الساعه 8:30 والله مره الديوانيه، وتفاجات واللعيب داش علينا واخوي خلف وكذا هذا. نعم. قلت شنو الموضوع؟ قالوا تكريم اليوم. للامانه نفس انت ما قلت قبل شوي، ان موضوع ان التكريم يكون اول باول اصلا حتى عشان ما تروح حلاوته. صحيح. عدل. غير هذا انت اليوم احنا مرينا بالجائزه الاولى الثانيه والثالثه، فاز فيها سامع عبد الغفور. نعم. صدقني صداها احنا قاعد نشوفها بالديوانيات بسعود. صحيح. حتى هو نفسه انا سالت ابو غانم قلت له شلون صدى هذا الجائزه عليك او التكريم هذا عليك؟ قال بالعكس والله صدق الكل يسالني الكل يقول لي ليش انتم كل لاعب يحبه يقول ليش ما تعطون فلان؟ قال يبا انا مالي شغل، المحللين البرنامج هم اللي يعطون الجائزه. فهذا بالعكس احنا الجائزه هذه ودنا كثير من امثال اخوي سامي الدبوس انه يعني يتحفنا ويعني يتبرع حق لاعبينا، حكامنا، حتى مدربينا الوطنيين. صحيح. يعني صحيح. بالعكس بادره مو مقصر عليه، مو مقصر يعني بو عايشه يستاهل العيد طبعا، يستاهل ما نختلف عليه. احنا شوف يمكن اختيارنا كان منصب من باب ما عمله في مباراه كاظمه، صنع هدفين ولا اروع يعني، خصوصا الهدف الاول امانه، يمكن الهدف الثاني عرضيه يعني. نعم. لكن الهدف الاول مراوغته ودخوله من ناحيه اليمين وخصوصا يلعب ريله الشمال، ما في شبه منك بوعي. لا هو افضل، هو اسرع، هو اسرع فعلا والله، هو اسرع يعني عرفت. انا اقصد كمهارات اعتقد فيها لمساتك شويه والله. صح والله اتمنى يصير احسن مني ان شاء الله، عرفت. وانا اشوف انه هو افضل مني امانه، وقاعد نشوف اداءه وخفته بالملعب وسرعته يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. انت قاعد يعني ما تقدر تتكلم، انا بسال المدرب. انا اسال المدرب. صدق في لمس، في اسال ابو سالم. انا قبل هوا كنا نسولف عن احمد. صدق والله رب الكعبه. شوف احمد وعيد، احمد امهر الكره تحته، امهر بوحت. لكن عيد اسرع، والحين السرعه هي اللي توصلك. يعني ميسي امهر، مارادونا امهر من ميسي، لكن سرعه ميسي هي اللي مخليه فارق يكسر الدنيا كلها. ترى ابو سعيد يستاهل امانه، هو لاعب مستعد. ابو سعيد هذه الدبوس امانه يستاهل الاشاده، لان الدور اللي قاعد يقوم فيه من السنوات ما شفنا احد قاعد يقوم فيه امانه. صحيح. يعني فيستاهل ابو غانم ان نشيد فيه، والله يعطيه الصحه والعافيه، والله يكثر من الامثال ان شاء الله. اي والله ما قصر ابو غانم، مشكور صراحه، بادره طيبه منك هذه، ممكن انا اول مره اشكرك بس انه تستاهل الشكر. نعم. ابو سعيد على احمد موسى توني سولف انا بسالم، قلت له دورينا ممكن ما يحتاج لاعب مهاري زياده عن اللزوم، ولا من امهر اللاعبين كان عندنا في الكويت، ما طول احمد موسى كسر عنده بيزه. بس والله يا ابو عبد الله اسال ابو سالم، دورينا كله يبي قوه بدنيه، ما يبي لاعب فنان. انت الحين قطيت قنبله. ليش؟ انا وياك متفق وياك ان الدوري عندنا ما في مهارات واضحه. انا اقولها لكن انت لا ادري حتى انا اقولها لنفسي، بس انا اقصد انت تقول ما تبي، يعني ما تبي بس واحد يركض. أيوة. لا يبا احنا بهم نبي المهاره بعد. هذا الدوري هو الدوري تطلب كذي. نعم. الدوري طيب على طاري ايضا يعني بادره اخونا، انا دائما اتواصل مع اخوي ابو خالد ودائما يقول لي عطني افكار، شنو في افكار؟ قلت له والله احنا نبي نشرك الجمهور، اذا في مجال تبلغ ابو غانم ان نبي نشرك الجمهور ايضا في هذه الجوائز. بعض الاحيان ودنا الجمهور شي يقول، كلمني وراها شي يقول لي ترى ابو غانم يقول حاضر باللي تامرون عليه، وجمهور الديربي يستاهل، الجمهور الرياضي يستاهل. فاتفقنا على ان شاء الله يوم نهائي كاس سمو العهد، وتقديرا لهذه المباراه وتقديرا لهذه البطوله، شوف نتكلم من الحين عشان
لا تقولون يوم وصل فلان ووصلها الفريق او قبل لا ترى حتى قبل لا مباريات في اليوم يعني قبل لا نعرف من واصل لدور الاربعه اعلن عن جائزه لمن يتوقع نتيجه المباراه صح يوم النهائي هم 500 دولار يعني نفس اللي قاعد يفوز فيها اللاعب راح نعطيها ايضا الجائزه حق اللي يتوقع نتيجه المباراه صح نوع من ايضا دائما يقولون ما في اعلان عن المباراه ما في تشجيع حق المباراه ما تخلون الجمهور يتفاعل مع المباراه اليوم اخونا ايضا سامي الدبوس مشكورا بغانم قال في جائزه ايضا لمن يتوقع نتيجه المباراه صح ان شاء الله يومها راح نعلن عن شلون التصويت او التوقع وراح نجري السحب ايضا في برنامج الديربي. خلينا ننتقل لموضوع اخر قبل اروح حق الفاصل وراها ادري يمكن اتكلم عن المباراتين اليوم. كلمني اخوي العزيز خالد صالح حبيب مشكورا ابو علي طبعا غني عن التعريف اخونا رجل رياضي وناقد رياضي ومدير ايضا منتخبنا للبولينج سابقا وحاليا مدير ايضا رياضي في صالة البولينج الجديدة. تطرق لنقطة تخص منتخب الصالات وأمانة قال في تفاعل حصل مع هذا الموضوع فيما يتعلق في تكريم منتخبنا للصالات. منتخبنا للصالات مثل ما أنتم عارفين دائما صاحب إنجازات ودائما رافع راسنا صراحة المنتخب وهاللاعبين رافعين راسنا دائما بإنجازاتهم مغطين على بعض الإخفاقات اللي تحصل في باقي منتخباتنا لكرة القدم سواء مراحل سنية أو المنتخب الأول. المنتخب تأهل لكأس آسيا اللي راح تأهل إن شاء الله لكأس العالم وهذا المنتخب يعني التصفيات راح تبدأ بعد شهر تقريبا شهر وشوي يعني المفترض يعني على طول الدعم والتكريم والأمور هذه. عموما الأخوان في الاتحاد الكويتي لكرة القدم حطوا خبر في الحساب الرسمي والموقع الرسمي للاتحاد الكويتي يوم 31 أكتوبر. شنو يقول هالخبر إذا مخرجنا بس يعرضها عشان يعني نوريكم المصدر. طبعا عقد اجتماع برئاسة الشيخ أحمد اليوسف يوم 31 أكتوبر هم حطوا الخبر يعني مجتمعين قبلها. فقالوا قرر خلال الاجتماع الاتحاد عموما موضوع الاستقالة وما أدري شنو تقديم مكافأة 1000 دينار لكل لاعب في منتخب الكويت لكرة القدم الصالات بعد تأهله إلى نهايات كأس آسيا. تتكلم عن 31/10 واليوم إحنا كم؟ إحنا دخلنا 31/12 تقريبا باكر يعني شهرين بالتمام والكمال إلى الآن ما استلموا هالألف دينار. أبو سالم يعني اللاعبين يعني القدم على الأقل يفوزون مباراة واحدة على طول بنفس اليوم يرسلون بالعافية بس المنتخب تأهل يتأهل. والله أنا أقول لهم الله بعد شو يسوي يعني اتحاد يجتمع ويقرر قرار مجلس إدارة بتوزيع مكافآت للاعبين واكيد ومعلن عنه يعني هم اللي حاطينه يعني حقيقه شيء غريب صراحه. انا شو اقول ما عندي تعليق صراحه شيء يفشل. ابو حمد انت تقول شيء ابو سعيد؟ طبعا انا عايشت فريق الصالات دربت في سنه في الجهره وعايشت الدوري وعايشت طبعا يعني يا اتحاد الله يجزاكم خير ترى هاللاعبين لا اعلام لا دعم لا ولا شيء ما عنده ولا شيء قاعد يجي رجال يتمرن ويعطي من قلبه ومهلك كاس آسيا ترى هالألف انت وعدت فيه لا تخلف حقه لما يطالب قاعد يطالب حقه سوى انجاز حق الدولة لازم تكافئه وهذا حقه شهرين ما خذاهم. نعم عايزي. دكتور سوء بسعود يعني مشكلة ان منع يعني المكتب التنفيذي يعني مجلس إدارة يعني انا اللي عارفه ان لما انا قبل ما يعقد اي اجتماع مجلس الاداره يكون هناك في جدول اعمال ترى اليوم بناخذ كذي 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 من ضمنها بند المكافاه هذه. بند المكافاه هذه يفترض انت ترد حق المدير المالي او امين الصندوق تقول له يا جماعه احنا بنتبرع 1000 دينار حق كل لاعب هل احنا عندنا ميزانيه تكفي هل احنا عندنا شيء بالصندوق عشان عندنا ما يكفي ال 15 لاعب 100 دينار تبرع ب 100 دينار عندي 15000 اتبرع كل واحد 1000 عدل وعدل. صحيح. انت اليوم يا طول العمر قبل اي اجتماع وانا اتكلم نائبا للامين العام السابق عدل وعدل انا ادري شنو الاجتماع وسير الاجتماع وبنود الاجتماع وتبلغ يبلغ فيها اعضاء مجلس الاداره وبنناقش عقد مثلا مدرب راشد ديح بنكرم فلان بنعطي فلان تعال يا مدير
صندوق، عندنا فلوس، عندنا شيء يدخلنا من الاستثمار، يدخلنا من ريع المباريات، عشان اعرف اللي يقول علي. ما اتكلم كلمه الا انا قدها، عدل ما عدل مسعود. فالموضوع يا جماعه ترى والله العظيم يعني فريق متاهل كاس اسيا، يعني هذا اللي تو احنا نتكلم عليه، على الله يجزاه خير اخوي سامي الدبوس. هني دور الشركات، دور القطاع الخاص، دور الدوله، دور الهيئه، دور الحكومه، هذا رافع اسم البلد. طيب 1000 دينار حزينه وايش يعني؟ يمكن هذه من الامور السلبيه، تبي الصراحه اليوم لما يشوفون لاعب كله يحقق ميدالياته ومنتخب كله منجز وكله متاهل، يبقى خلاص بعد ليه متى احنا نكرم فيه؟ فهو هذا هذه مشكله منتخب الصالات، انه كله ما شاء الله متاهل نهائيات اسيا، كله بطوله الخليج يا الاول يا الثاني، لا تقول لا، وصل كاس العالم، وصل كاس العالم. شوف يعني اليوم الا تبونه مثلا يغيب عن التاهل، ولا مثلا ما يتاهل خمس سنين عشر سنين، عشان باكر لما يتاهل والله اول مره يتاهل بعد غياب عشر سنوات، يلا كافوهم مثلا. يعني شوف احنا عزيز، يعني احنا جرت العاده هذه الاشياء، يمكن الاخوان عاشوها، كنا نسمع ايام ما كنا نلعب لما نفوز او لما نحقق بطوله شخصيه معينه اثناء الاحتفال يقول لك انا جيت بتبرع، تبرعت ب 10,000 دولار. نسمع بس طبعا كانت كلها شو اعلامي، وذاك الوقت خابرين كانوا بالجرايد يكتبون احمد موسى تبرع ب 10,000، فلان راشديه تبرع كذا، وما يعطي. بس اليوم انت هاي جهه حكوميه، يعني الاتحاد يمثل الدوله، يمثل الحكومه، لما تيجي تعلم انت ما قاعد تعلم بصفتك انت الشخصيه، قاعد تعلم بصفه الاتحاد الكويتي، فلابد انك انت تطبقها، لان هذه مساس في حكومه الدوله، في يعني في البروسيجر مال الدوله، عرفت؟ نعم. متى انت تعلن عن جائزه من الاتحاد الكويتي، فانت قاعد تعلنها من دوله الكويت. نعم. فبالتالي انت غصب عليك مجبر انك انت توفي هالوعد او هالجائزه. فاحنا نستغرب امانه من الاخوان في الاتحاد، يمكن الدكتور يعني وضح لك العمليه كلها بشكل سريع. هي نعم. اجتماع الاداره، في بنود تضع البنود موافقين عليها، يعني انت اليوم حتى المكافاه ما طلعت من الشيخ احمد يوسف، ما فقط جميع الاعضاء مجلس الاداره، فمجلس الاداره فيتحملها. نعم. مجلس الاداره. نعم. انا بلغني الاخ خالد، يقول خالد صالح حبيبي، يقول مكلمه او كلمه الاخ ابو عثمان احمد عقله نائب رئيس الاتحاد الكويتي، وقال ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني راح نكرم اللاعب ان شاء الله. احنا نتمنى يعني يا ابو عثمان، اليوم هذين اللاعبين بالنهايه وراهم استحقاق مهم، لازم يكونون مرتاحين، لازم يكونون جاهزين، لازم يكونوا مستعدين، لازم مهيئ لهم كل الامور، سواء تفرغات، مكافآت، ترتيبات، حتى ايضا ان شاء الله يهنوننا ويبشروننا ويفرحوننا بالتاهل لكاس العالم. لا قدها ابو عثمان ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله قدها ابو عثمان. بنروح حق فاصل، بس قبل الفاصل ايضا اخوي نواف الكندري وصل لي رساله، احنا حطينا فيديو قبل يومين او ثلاثه للعم الفنان الحبيب خالد العبيد، ويمكن بالفيديو انه هو على ويل تشير، واللي مقابله قال انه مسوي عمليه في الركبه او يبي يسوي عمليه في الركبه. اخونا نواف الكندري طبعا المدرب الوطني ابو ابراهيم صبح عليه بالخير، يقول بس التوضيح وللتصحيح، العم خالد العبيد ما كان يعني في الامارات لاجراء عمليه او بيسوي عمليه، هو كان يخلص بعض الاجراءات الخاصه في 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 منزله وفي امور تخص حياته الخاصه، ويمكن التقى الاخ وشافه على ويل تشير فتطرق الى هذا الامر. لكن بالنهايه العم خالد العبيد بصحه طيبه وعافيه، ولم يجري عمليه في الامارات، هي مجرد فقط اجراءات خاصه تخص يعني اموره المعيشيه في دوله الامارات العربيه المتحده. ما تشوف شر يا مر شنو على القم مر ومدلق غتساوي غتساوي متعصب غتساوي، مو احنا حطينا الخبر لانه وقت ساوي كفنان حبيب، وغتساوي حطوا الاخوان الخبر يتعلق في العم خالد عبيد في الامارات. نروح لفاصل وبعدها سنعود. صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا. ناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه قبل لا ندخل في مباراه خيطان فحيل، اللي مبارك فيها بالتاكيد الاخوان في نادي خيطان، مجلس اداره، جهاز فني، اداري، جماهير ولاعبين، ونقول هارلك الاخوان في فريق الفحيحيل. بما ان تكلمنا عن خيطان وباركنا لهم، خل اخذ اتصال مع اخوي محمد يوسف مدير فريق خيطان السابق،
حياك الله يا اخوي محمد وبالبركه. الله يبارك فيك اخوي ابو سعيد، واحب اصبح عليك على اخواني الموجودين. يا حياك الله اخوي ابو سعيد. انا بغيت اتكلم عن شغله. اول شيء مبارك حق الفايزين والمتاهلين، ومبارك حق نادي الشيطان ولاعبين الشيطان طبعا. في جزئيه ابو سعيد، اعضاء مجلس اداره نادي الشيطان، يعني انا استغرب لما يكون، اعطيك مثال، نادي القادسيه في ايام الشيخ طلال كان يحضر التمرين، هو رئيس جهاز الكره كان يحضر ويحضر المباريات، لان هو على راس الهرم وهو المسؤول على جهاز الكره كلها. كذلك يقول لك مسجد القانون كان رئيس جهاز الكره وكان يحضر لنادي الكويت، لانه يبي يعمل لناديه شيء. انا استغرب من رئيس جهاز الكره اخوي عبد الله مزعل، رئيس النادي ورئيس جهاز الكره، عدم حضور اي مباراه خارج ملعب نادي الحيطان. انت رئيس جهاز الكره وقدمت على جهاز الكره، فانت لازم تعمل لهالكيان ولنادي الحيطان. استغرب في حضور، انا كل مباراه تحضرها من ضمن المباراتين هم تعتويله، عدم حضور رئيس جهاز الكره. زين اذا انت ما تبي كره القدم ولا انت قادر تحمل مسؤوليه كره القدم، يا اخوي ابتعد وخل بينك يشتغل النادي. يعني انت فزت على الساحل ولم تقدم اي مكافاه للفريق، وفزت على فيحيى اليوم ولم تقدم اي مكافاه، عدم اجتماع وعدم الظهور في المباريات. توصل عند المنصه تشوف بعض الاعضاء من الاداره كلهم يسلمون على ولعه ولا يدلون على الفريق طول الموسم. فهذا هذا يعني مع احترام الاعضاء من الاداره، هذا تخبط اداري. من كذي اخوي بتعيد، لا تشوف الفريق ناجح في الدوري، دوري خمس فرق ولم يتأهل موسمين وهو في مراكز أخيرة، واحنا حضورنا في ولعة حضورنا حلوة كنادي الحيطان. يعني أتمنى من أعضاء الإدارة أو رئيس جهاز الكرة، يا أخي ابتعد عن الكرة وخل غيرك يشتغل وخصص الميزانية وتشوف لاعب الحيطان شو يسوون. طيب لأن أخوي بس عقلي بزنس ثاني. يعني اذا انت مو قادر تتحمل المسؤوليه ولا قادر تتابع المراحل السنيه ولا قاعد تتابع الفريق اول، يا اخي ابتعد وخل غيرك يشتغل. لان احنا اخوي بسعيد صار عندنا موضه، رئيس النادي لازم يصير رئيس جهاز الكره. طيب غيرك يقدر يشتغل يعطيك العافيه محمد. شوف يعني انا قبل اخذ اتصال بعلق تعليق سريع، هي يعني نقطتين. النقطه الاولى ممكن يعني نعذر الرجل، ممكن عنده ظروفه، ممكن عنده ارتباطاته، ممكن عنده اجتماعاته، ممكن عنده متابعاته بحكم انه هو رئيس النادي فما يقدر. ممكن يعني اقول كتبرير، قد اكون مخطئ في هذا التبرير، ما يقدر يحضر، يكون حارس على حضور مثلا مباريات اخرى، اجتماعات، امور ثانويه او جانبيه اخرى. هذه نقطه. النقطه الثانيه ممكن يكون معك حق في هذه النقطة، يعني خاصة موضوع المكافآت. أنا أعتقد موضوع المكافأة مهم جدا، مو شرط أنك تحضر لكن على الأقل تكافئ اللاعبين، خاصة اليوم يعني بعد فوز مع فيحيل أدوا مباراة كبيرة، أدوا مباراة أنا ما أدري يمكن كافأهم إحنا ما ندري ويمكن أنت ما تدري، لكن أنا أتكلم عن جزئية المكافأة. إذا ما حضر وكافئ اللاعبين ويكافئ اللاعبين مو مشكلة، أهم شيء أن اللاعبين يبون أحد يكافئ. هذا بس رد سريع نيابة عن أخوي عبد الله مزعل لأنه مو موجود معانا، ولا الحق في الرد على 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 مداخلتك يا أخوي محمد. فاضل صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير، صبحك الله بالنور وسعود، وصبح عليك وصبح الكبار الكبار الموجودين. حياك الله. أنت بداية حديثك تطرقت للجائزة واللعب اللي صار أمس طبعا. نعم. ما تطرقت حق جمعية العمومية غير عادية اللي حصلت بجيل الشيوخ نادي العربي. نعم. هذا حدث رياضي، حدث أمس، ما اضطرت له يا أبو سعود. شغلة اللي صارت جدا مهزلة، يعني حياتي أنا ما شفت جمعية عمومية بنادي عريق مثل نادي العربي حصل جريب الشيوخ المدرسة. يقولون ما في تدخل حكومي. شو صاير تدخل حكومي أنا ماني عارف. شلون بالطريقة اللي هيئة شباب الرياضة اللي وافقوا على هالشغلة هذه. فيعني هذا الشغلة اللي ما اضطرت لها يا أبو سعود. هذا بس حاضر. أنا بعلق على هذه سابقة أخوي فاضل، ها
سابقا في تاريخ النادي. احمد انا ادري والله العظيم شغله يعني شيء مو طبيعي. وشوف الوقت اختيار الوقت قبل ليله المباراه يعني او قبل المباراه بيوم اختيار الوقت يعني انت عندك مباراه باكر وشوف موعد محدد قبل لا يعرفون يوصل بس هي ملاحظتك في محل اخوي فاضل. انا كنت اتمنى من الاخوان في الاخوان اللي داعين حق الجمعيه العموميه ان ما دام شافوا الفريق وصل وراه مباراه هامه ان يلغون الجمعيه ويأجلونها ومثلا يكتبون خبر انه والله بناء على مثلا المباراه هامة، لأن أبو عايشة إحنا ترى كانت تحوشنا نفس هالمشاكل لما نتطرق حق فريق ما أتكلم عن العربي أي نادي آخر لما نسولف عنه مثلا قبل مباراة هامة يتصون فينا أنت وتبون تشوشون على الفريق وأنتوا تبون تشوشرون عليه وأنتوا تبون الفريق يخسر وأنتوا مقصودة منكم وهذه تصرفات صارت وياي أكثر. لما نذكر خبر لاعب مثلا بينتقل خبر والله لاعب ياله عرض نقول والله مجلس إدارة مثلا صار خلاف بينهم مثلا يتصون فينا ويقعدون يغلطوننا يعني فالحين أنا عشان هالموضوع موضوع بس أقول حق فاضل عشان كذي إحنا ترى ما تكلمنا هالموضوع لأن نخاف العرباوي يتصون فينا أنتم متعمدين وتبون تشوشون على المجلس الإدارة وعشان والله شوف يعني تسوون بلبلة شيء بالشيء يذكر يعني أنا قبل ما جاتني اتصالات من بعض الإخوان كانوا يطالبوني أتكلم بهالموضوع يعني فأنا يعني شوف قلت لهم يعني كل ادب ان هذا مو وقته احنا باش عندنا مباراه ما نبي ندخل اللاعبين في دوامه المجلس اداره مجلس اداره ان شاء الله في عنده مجلس اداره وفي اخوان جمعيه عموميه يحلون لكن اليوم احنا مو بصدد نتكلم حق او نتكلم في امور تخص هالموضوع تحديدا لان احنا باشر نبي اللاعبين يركزون في المباراه ورانا مباراه مهمه واستحقاق مهم وان شاء الله عاد اخواننا في الاداره يحلون الامور بينهم ان شاء الله ان شاء الله. احنا نوعدك يا اخوي فاضل الاربعاء من الان اقولها الاربعاء او الخميس وهذه دعوه نوجهها للطرفين بيون حياهم الله نناقش الموضوع على 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 بياض والدعوه مفتوحه للاطراف كلها العرباويه اللي سواء مع الجمعيه العموميه اللي اليوم انعقدت في مدرسه في جليب الشيوخ او الاخوان اللي اجتمعوا في مجلس اداره النادي وفي في في الجمعيه العموميه اللي كانت في النادي العربي اي من الطرفين حاب يحضر المجال له مفتوح يحب يطرش محاميه يحب يطرش مندوب عنه حياكم الله والمجال مفتوح لكل طرح اراء. عم بو يونس حجي احمد صبحك الله بالخير تفضل. صبحك الله بالخير مسعود يا حياك الله صبح عليكم على الاخوان الموجودين حياك الله. بدايه مسعود احب انا صراحه شكري حق قناه اي تي في السي او المدير التمهيدي احمد الفضل وحضرتك يا مسعود لان هذا البرامج الوحيد اللي بالكويت الرياضي اللي قاعد يساهم في مثل التبرعات المواطنين والتبرعات رجال الاعمال هذا ما اشوف اي برنامج ثاني ينافس البرنامج وهذا يعني طبعا كريدت حقك انت يا مسعود الله يسلمك الوعينا فعلا يا ريت حتى رجال الاعمال شوي يشتي الحلو انا اقول حتى الفنانين عندكم مسرحيات يا اخي حط نسبه 5% ارباح المسرحيه حق الرياضه حق الواعيب حق المناسبات هذه فللاسف يعني عندنا هني الناس ما ادري التجار يحبون ما لا يحبون نجمع ياخذ لعيالنا الا احنا نشجعهم بالمساعدات اللي نقدر عليه خاصه اللي عنده اما البنوك هذول ما اشوف منهم فائده هذه الشركات وهذا فيا ريت الفنانين اقل شيء عندكم مسرحيات هذا نسبه بسيطه حق وانتم العداله ما تقصرون صراحه قاعد تكفلون كل شيء. نعم شكرا لك يا عم بو يونس بسعودتك برد عن موضوع الفنانين يعني نعم. بعض الفنانين بعض نعم. الفنانين بعض الفنانين يجون مباريات الاعتزال يدش ببلاش نعم واذا اللاعب راح المسرحيه يدفع يشارجه فانت تبيهم يا حج عم احمد تبي يكرم اذا يجون مباريات اعتزال نقول له قص زين هذا تكريم اوكي انت ما تبي تدخل اللاعب مسرحيتك لا تدخله ببلاش بس على الاقل لما تيجي اعتزاله ادفع قصه تذكره بخمس دنانير اقعد تقعد مقصوره ولا لان اللاعب راح ياخذها رقمه اللاعب نفسه فاحنا الفنانين للاسف يعني لا يساهمون ولا يعني ولا يحطون يدهم بشيء معاك نهائيا. والله يا عم بو يونس شكر على واجب والشكر ترى موصول للاخوان في القناه يعني انت ذكرت اخونا ابو حمد احمد الفضلي يعني لولا دعمه وجهده وموافقته يعني الاخوان ممكن يقول لك ترى يبغى مساهمات رجال الاعمال ممنوعه في قناتنا ممكن امر طبيعي الاخوان مسؤولين عن القناه وامكانهم يتخذون مثل القرارات لكن امانه هم فاتحين هذا الامر لنا ولي
لدعم الرياضة ودعم رياضيين، فشكرا. وانت اول الناس ترى، انا اعرفك من زمان، تقدم جوائز وهدايا، والله الله ينعم عليك دائما ويزيدك من خيره. اخونا جابر العنزي ابو عثمان، صبحك الله بالخير. الخالد السلام عليكم. وعليكم السلام. صبح عليك ابو سعيد وعلى ضيوفك الكرام. فاقدينك من زمان والله، ما تطلع الا مع ولد اختك، ما يصير يا ابو عثمان. والله ابو سعيد هو شجعني اتصل، تعرف ابو عثمان يقول لك كوس ها ابو عثمان، صيد لك كاس ابو عثمان، يقول لك كاس ها. بيني وبينك ابو عايش انا ادق عليك وعلمك، يقولون انت كاتب البيان مال ديوان كظماوي، ادق عليك واعطيك اخبار حصريه ابو عايشه، بس لا تعلمي معي ان شاء الله. صب عليك ابو عايشه وعلى الدكتور اخونا محسن العنزي، اخوي الكبير اخونا ابو سالم، حياك الله. وعليك شخصيا يا ابو سعيد اخوي الكبير وغره العين، مشتاقين لكم، لكن عارف الظرف اللي مرينا فيه، احتراما للمتوفي رحمه الله عليها، لكن قلوبنا معاكم والله ابو سعيد. وانا من هذا البرنامج اشكركم على تعزيتكم لي، انا دريت فيها بعدين. ابدا ابو سعيد بعد عمري لو تعطيني بس وقت جزء بسيط. جزاك الله خير اخ مدير الكوره بنادي خيطان، ذكر ان بعض رؤساء الانديه، اظن صوتي للاخ اللاعب السابق، فعلا ابو سعيد ترى بعض الكراسي، الكرسي يرزه، مو هو يرز الكرسي، لا الكرسي هو يرزه ويحطه بهالمكان الكرسي. انا مستغرب بعض رؤساء الانديه، يا اخي اذا انت مو فاضي، اذا عندك بزنس، اذا مو شغلك الشاغر الكوره والرياضه، يا اخي الله يغنيك عن هالمكان، في مكان اماكن كثيره، في كراسي كثيره ترز نفسك فيها، الا انك تكون رئيس مجلس اداره ما تحضر، والمعني واللبيب والإشارة يفهم كثيرين، لكن اضم صوتي مع صوت رئيس النادي، عندنا نادي كاظمة، وعندنا ما بدي اسمي، ما يحضرون المباريات ابو سعيد، ولا تكريم ولا شيء ولا محاسبه. الحين لا تكرمني يا ابو سعيد، حاسبني انا، حاسبني انا لاعب بالملعب جابر العنزي، لمن العب حاسبني يا اخي، مبدا الثواب والعقاب، عشان يعرف ان في مسؤول مراقبه اذا اخفق، ومسؤول يراقبه اذا نجح ويعطي من معنويه شوي. عندنا للاسف بعض رؤساء عندي منصب خلاص، جمعيه عموميه، عزيز اعطينا بيريس خلاص انتهى، تشكيل بالشارع ونجيبه ونحطه رئيس مجلس اداره، ويمثل رياضه كويتيه، للاسف رياضه كويتيه يحسبها، منو عزيز عطيه؟ والله يمثل طبعا تشبيه ومثال، عزيز عطيه رئيس نادي فلاني، هذا وين؟ والكوره وين؟ ما انا بنسميه ابو سعيد ونطيب بالذمم، وعنا من زمان قايمين على البرنامج، ودي الكل ايجابي ما اكون سلبي. واشكر اخوي النائب صالح عاشور على توجيه سؤال لوزير الشباب حول المهمات الرسميه، فعلا سؤال بمحله، وبحكم اني كنت موظف في الهيئه العامه للرياضه، سؤال وجيه جدا جدا جدا، وليت بعض النواب يراقبون الجهات الرياضيه هذه اللي صايره، مع احترامي سبهلله بالعاميه، وسلامة عمرك وتعيش. شكرا الله يسلمك. اخر اتصال اخوي عبد العزيز، صبحك الله بالخير. لك صراحه اخوي عبد العزيز. ابو سعود تفضل. انا زعلان عليك الصراحه. تفضل. ايش لابس ازرق؟ المفروض تلبس اصفر، الزين اصفر عليك. الله يسلمك، والله لابس ازرق، قالوا لي مشعل حميد اليوم بذكره بالتعادل مع الحزم. ذكرني بالعز. اللون هذا عز. وذكره باربعه مونتيري، وذكره يعني رابع العالم، ذكرني رابع العالم، بطل اسيا من الملعب، ذكرني عادي، انا احب الذكرى هذه، اني بطل اسيا عادي، انا غبت عن اسيا 20 سنه وللحين انا زعيم اسيا. لا تحرش فيني، لا تحرش فيني على الهلال. صدق ما اخذ بطوله اسيا بال ما على ما على، اهم شيء الخساره بعد، اهم شيء نطلع من البطوله. ايوه لا والسابق، قول لي اي مركز الحين بالدوري؟ عندي مؤجلته. مشكور بس على السريع، بس انا بقول النقطه، بس عندي كم نقطه حق الدكتور عبد المحسن. تفضل. بدايه الموسم اولى حلقات البرنامج الدكتور محسن سؤال عن نادي الغازيه وعن المدرب وشنو رايه، قال انا ما اقدر اقول رايي توهم بالبدايه، الاداره واللاعبين والمدرب خلينا نشوف شنو يعطون وشنو يقدمون وبعدين اقول رايي. وانا الحين حاب اعرف شنو رايي بالمدرب باللاعبين وبالإدارة وبالمستوى، خصوصا تصريح مدرب لما يقول ما عندي حلول بالملعب. والسؤال الثاني شنو رايك في صفقة عدي الصيفي والدباغ، تشوفها إيجابية؟ طيب رقم ثلاثة اللي هو الأهم، هل صحيح ضم اللاعب نادي كاظمة شبيب الخالدي على سبيل العارة هذا الموسم؟ طيب أوكي شكرا لك، أنت دخلتنا في موضوع نحاول إن شاء الله نناقشه
في حلقه قادمه لما ندخل في موضوع القادسيه، لان اليوم ما عندي وقت والله اسمح لي. عندي تقريرين ما تكلمنا عنهم، لا مباراه خيطان ولا مباراه الكويت. اعتذر من الدكتور ان شاء الله، واعتذر منك عزيز، لان ثلاث اسئله في كل سؤال يبي له دقيقتين ثلاثه جواب. سجلهم دكتور، لا لا ان شاء الله متذكرين. عموما نروح حق تقرير مباراه الساحل عفوا حيحيل وخيطان مع زميلنا خلف العنزي. خيطان والفحيحيل، مواجهة دور الثمانية ضمن بطولة كأس سمو ولي العهد. يوسف نصار أدار المواجهة التي احتضنها أستاذ ثامر في نادي السالمية. الأحمر كان الأفضل منذ البداية، أحمد الأشقر كانت له أولى المحاولات. الفحيحيل استمر في الهجوم على مرمى خيطان. عبد العزيز السليمي وضع الأشقر أمام المرمى لكنه رفض الهدية. أحمد الدوسري أنقذ مرماه من فرصة هدف محقق. أفضلية الفحيحيل في شوط المباراة الأول لم تسفر عن شيء. خيطان ظهر مع بداية شوط المباراة الثاني بتسديدة اعتلت المرمى. البديل محمد نعيم أضاع فرصة للفحيحيل. أوتافيو افتتح التسجيل لخيطان من هذه الكرة. الفحيحيل حاول ترتيب صفوفه من جديد وبدأ بمهمة البحث عن التعادل، وخيطان حاول تعزيز التقدم بهدف ثاني. هجمة ملعوبة قادها شادي الهمامي لم تكن نهايتها ناجحة. البديل الناجح حمد الحساوي أنهى المباراة قبل نهايتها بتسجيله الهدف الثاني. السليمي قادر الملعب في الثواني الأخيرة بالبطاقة الحمراء ليطلق يوسف نصار نهاية المواجهة بانتصار ثمين لخيطان. We are very happy. I think that we are doing good things. The team is improving, and I think that the team deserve go to the semi-final. احنا لاعبين هواة وليس محترفين. ثلاثة ايام مو مباراة وثلاثة ايام مو مباراة جدا مرهقة. يعني انت تسولف عن لاعب يذهب الى العمل الساعة 7 صباحا ويرجع الساعة 1، مباراة الساعة 4، انت تسولف عن ارهاق مو طبيعي فوق ال 120 دقيقة. عندنا يعني دمامات الصبح، يعني شيء يعني انا ودي الاتحاد يشوف الموضوع هذا، لان ثلاثة ايام مباراة غيرها انها تكون الساعة 4 العصر، وهذا مرهق بالنسبة لنا. بس الحمد لله، احنا نقول الحمد لله الشباب كانوا بالفورمة، والله عز وجل يعني كتب لنا الفوز والتوفيق. القادم من دوري الدرجة الأولى خيطان يواصل عروضه الجيدة ويصل للدور قبل النهائي. بهدفين في مرمى الفحيحيل جاء في شوط المباراة الثاني خيطان أول الواصلين للدور نصف النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد. لبرنامج الديربي خلف العنزي. شكرا خلف، قلت لك لخيطان. مدرب سيد خوسي يقول احنا نستحق الفوز، قدمنا اداء افضل واستحقينا الفوز. هذا باختصار يعني الترجمه لما ذكره. موضوعك يا تغيم والله احنا تكلمنا فيه، واعتقد هذا ما في انصاف، واتمنى الاخوان ينصفون. يعني اخوي هملان الهملان، عفوا فهد الهملان، دكتور حامد الشيباني، اخونا سالم سعدون، ترى اللاعبين ما عندهم تفرغات يا جماعه. ما يصير يا تحلون موضوع التفرغات، انه يصير في اتفاق مع الهيئة الفرق اللي تلعب في هاليوم يوم الأيام الدوامات الساعة 4 يعطونهم تفرغات غياب. ما يصير يعني في اتفاقية تصير بين الهيئة وبين جهات العمل، كتاب مثلا. أنا أذكر أيامنا قبل كانوا يعطونا كتاب، صح؟ أنا أذكر أيام يعطونا كتاب مدارس، كنا بالمدارس مدارس يعطونا مدارس كتاب مدارس. الحين لو تسويها تفرغات يعطون ربعهم. لا والله العظيم والله لا ما يصير يا ابو يا دكتور حامد. يعني ترى اليوم انت ما قاعد تنصف الفرق الثانيه، يعني الفريق الثاني اللي قاعد يلعب الساعه 7:30، حتى اتكلم عن مباراه باكر، يعني العربي وبرقان بيون مباراه مرتاحين، لا دوامات لا شيء، مرتاح راد من دوامه الساعه 1 ولا 2 ومرتاح وبيروح. زين شنو ذنب اللي بيلعبون الساعه 4 النصر والصبيخات؟ ما في انصاف حق هالفرق يا دكتور، لان اكيد جهات عملهم في جهات ما راح تعطيهم تفرغات، فيضطر انه يطلع من دوامه الساعه 2 ولا 1:30 ويطلع من دوامه يروح الملعب. ما ادري صراحه. ما انا اترك الموضوع للاخوان في لجنه المساحه، حط يعني اذا ما في حل لهذا الموضوع. احنا يعني ما نبي مباراتين بنفس الوقت، لكن اعتقد انصافا للفريقين او للفرق الاربعه احطها بنفس التوقيت، شو تسوي بعد؟ ولا تظلم فريقي لاعبين ايون تعبانين ومرهقين ويمكن يخسر المباراه بسبه
هل جدول دكتور؟ انا ما ادري، انا هذا رايي واكون مخطئ يمكن. نرجع حق المباراه، ابو سالم خيطان استحق الفوز بالفعل. يعني شوف فريق فحيحيل الشوط الاول كان مسيطر واضاع اكثر من هجمه، خاصه اللاعب اللي اسمه الاشقر، نعم مهاجم فحيحيل، فحيحيل لكن واعتقد هو كان لاعب خيطان في الموسم اللي فات، نعم اعتقد اذا ماني غلطان. فاعتقد فريق لعب قدم مستوى فحيحيل الشوط الاول، اضاع كم فرصه لكن يعني ما استغل الفرص اللي سنحت له. الشوط الثاني تغير الحال امانه، يعني فريق الخيطان الشوط الثاني انا استغرب، يعني حتى شوف لما تشوف الفريقين مباراتهم اليوم والله ما يدل ان هذين الفريقين في المؤخره يعني بالدوري، نعم دوري الدرجه الاولى خيطان وفحيحيل هم اخر فريقين في صحيح. في جدول الترتيب. لكن الشوط الثاني خيطان سوى كل شيء داخل الملعب، لعب مباراه حقيقه، خاصه بالشوط الثاني لعب مباراة وكان يستحق انه يطلع بنتيجه اكبر بعد. هني شوف يعني هذه احد الهجمات اللي ضيعها الاشقر نفسه، هذه يمكن الثانيه او الثالثه. ففريق الفريقين عندهم عناصر يعني ما هم يعني عناصر عاديه، نعم. ما هم عناصر عاديه صراحه، وعندهم محترفين مميزين. لكن فريق خيطان اللي يشبه حق فريق خيطان انه قدم بالشوط الثاني مباراة، يعني شوط انا اعتقد انه شوط نموذجي، نعم خاصة عندهم لاعبين هيتافي اسمه البرازيلي، نعم. وتافيو اوتافيو، نعم وفي لاعب بالمقدمة شوف هذا هو اللاعب هذا نفسه، نعم يعني هو احد اسباب الهدفين، نعم هذا الهدف وحتى الهدف الثاني هو اللي سوى كل شيء داخل الملعب. طيب فيعني مشكلة الخيطان ان الشوط الاول ما بدا صح، لكن الشوط الثاني صلح اخطاء ولعب مباراه مميزه. دكتور شوف ابو سعود، هو في مبدا يقول لك اذا لم تسجل راح يسجل عليك، صحيح هذه مجمل الفرص الضائعه من الشوط الاول فحيحيل. وصراحه انا احيي يعني اخوي احمد الدوسري قاعد يقدم مستوى مو طبيعي صحيح. صراحه في هالمسابقه هذه العزيزه علينا، هي مسابقه ولي العهد. شيء ثاني يعني خيطان دائما في بطولات كأس الأمير أو العهد إذا كان المباريات أو طريقة المسابقة خروج مغلوب تلقاه بين الأربع الكبار صراحة، نعم. يعني من أيام أنا الموسم اللي فات من لا حد موسم اللي طاف يعني أقولك من أيام محمد الملا والمجموعة اللي لعبت جيلنا يعني فدائما والله تلقاهم مع الأربع الكبار، يعني خاصة إذا كان مباريات خروج مغلوب. نفس ما تفضل أخوي سالم إنه لما تشوف انت في جدول الترتيب تلقى في 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 مراكز متاخره، بس اليوم قاعد يقدم وصل مع الاربعه الكبار. فساعات طريقه المسابقه تساعدك، صحيح تساعدك صراحه. انا ما كنت خايف على خيطان كون احمد الدوسري موجود. اليوم احنا نتكلم تو احنا مكرمين اخوي سليمان عبد الغفور، اليوم احمد قاعد يقدم مستوى جدا ممتاز. للأمانة نعم. أنا ما استغربت لأن مستويات متقاربة، استغلوا الفرص خيطان وفازوا. خل نروح حق القرارات التحكيمية قبل أن نروح حق الفاصل وندخل في مباراة الكويت واليرموك. المباراة أدارها السيد يوسف نصار الحكم الكويتي، طبعا المباراتين أدارهم حكم كويتي. نبدأ مع أول قرار تحكيمي الكرة، أول لقطة هو رجع للفار طبعا عشان الايد، شوف عشان لمسه الايد ترى مو عشان ابو سالم شو تقول؟ لا ما فيها شيء، لانه شوف هو مرتكز على ايده، حتى لو تحش ايدك بالقانون الجديد وانت مرتكز عليها ما فيها شيء. مشعل هذا حرام، حتى الفار يطالب انه يرد بالفار، ما فيها كره سليمه 100% ما فيها شيء. هو ردة الفار عشان بس يضمن يعني يأكد ليش نعطل الوقت بالفار؟ يعني ممكن في حالات تستحق انه يروح وكل وقت ماكو وقت، هذه عادية كرة عادية بس انا حركة طبيعية عادية حيل عادية. ابو عايشة والله انا بعيد عن الحالة استغرب وقوف الحكم الرابع يمه، يعني هاي إيه؟ سابقة يعني اول مرة نشوفها في عالم الفار ان حكم الرابع يوقف يم الحكم ويتناقش معاه في موضوع الحاله. تناقش وياه؟ لا لا بس ما قاعد يتناقش وياه. لا شوفه شوفه واقف يمه، ترى واقف يمه.
الواقف يمه الحكم الرابع. اي بس مفروض ابو سعيد الحكم الرابع يوقف يمين وشمال عشان لا حد يجي من الاداريين واللاعبين الاحتياط، هذا المفروض. بس يا جماعه ترى فيها لمسه يد علشان كذي راح يتاكد. لكن القانون القانون يقول تكلم عن الحكم الرابع فقط. ادري القانون هو ليش وقف يعني. القانون الان بدا منك مرتكز على ايدك ما تحسب عليك حتى لو تحب، بس تكون مرتكز يعني مضطر مو تحط ايدك ترتكز. بس الكرة ما فيها شيء، ما فيها شيء. نروح القرار التحكيم الثاني في الثالث الثاني في المباراة. يعني بعض كان يطالب بفاول، يمكن الكرة لان طلعت ما رجع لها، ما رجع للفار. انت شو تقول ابو سعود؟ ابو سعود هي فاول على فاول؟ اي فاول، مع انه هو يمه ترى دفع باليد. شو لابس ورا؟ شو ايده اليمين ادنى شفته دفع باليد باليد اليمين. شوف الحكم يمه، شوف الحكم وراه جد وراه مو يمه، شوفه ثبته الحكم يمه ابو سعود. ادري شوفه يعني شوف هو هالصوب ما يشوفه وراه، شوف ما يشوفه، صدقني ما يشوفه. ابو حميد ما اشوف احتكاك عادي ما فيها شيء، ما فيها شيء ابو صالح، لان اللاعب راح عليه. شوف ايده، انا اشوف ايده، شوف ايده الحين، ثبت ايده، ثبت ايده، هذا شوف احتكاك عادي. انا اشوف احتكاك دكتور. عادي صراحه بس يعني الامان لاعب خيطان نفسه راح الكره، راح الكره احتكاك غلط. عادي انا اقول احتكاك. الكره منه كنت راح يعني انت تقول فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء. نروح القرار التحكيمي الاخير في المباراه، طرد عبد العزيز السليمي. هو عنده اصفر قبل ثلاث دقائق. والله مسعود كانت في لقطه كنت اتمنى يحطونها الاخوان اللي هي في الشوط الثاني، فاول امام 18 لنادي الفيحيل، فاول صريح ما حسبه الحكم صراحه. ما ادري شفتها ابو سالم؟ فاول يعني امام الحكم، ما استغربت. لا حسبه ولا يرجع للفار ولا كلمه ولا. طيب هذا فاول ولا مو فاول؟ هي فاول. فاول هي فاول، بس عبد العزيز نرفز، هو محتاج انه ليش حسبه فاول. لا هو نرفز قبلها بشوي، عطى اصفر. نعم، فكان الاصفر انا اعتقد ما كان يستحقه. نعم، لكن هني طبعا هو نرفز وطريقة احتجاجه ما هي جيده. فاول ولا مو فاول؟ لا فاول. 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 فاول فاول. نروح لفاصل وبعدها سنه. صباحكم الله بالخير. سريعا الى تقرير مباراه الكويت واليرموك مع زميلنا فواز صلال. طبعا نبارك مثل ما باركنا حق الاخوان في نادي خيطان، نبارك الاخوان في نادي الكويت، مجلس اداره، جهاز فني، اداري، لاعبين وجماهير، ونقول هارلك للاخوان في فريق اليرموك. على استاد صباح السالم بالنادي العربي، استهل الكويت مشواره في بطولة كأس سمو ولي العهد عندما واجه اليرموك بدور الثمانية. الحكم الدولي عبدالله الكندري أدار المواجهة، والتهديد الأول أتى للكويت عن طريق فيصل زايد، لكن فيصل المشيمي يتألق ويتصدى للكرة. القائم الأيمن يقف بجانب اليرموك ويمنع شريدة الشريدة من التسجيل. يوسف ناصر يهيئ كرة جميلة إلى فيصل زايد ليسددها فوق المرمى، انتهى بعدها شوط المباراة الأول سلبياً. مع بداية الحصة الثانية فيصل زايد سجل أول الأهداف ليتم إلقاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو لوجود خطأ لصالح اليرموك. المشيمي ببراعة أنقذ مرمى من أمام يوسف ناصر. اليرموك ومن سلاح المرتدات عن طريق وسام الإدريسي حاول أن يخطف هدف لكنه لم ينجح. بالوقت المحتسب بدل الضائع أتى الفرج للعميد عندما سجل فهد أنز الهدف الأول من رأسية سكنت شباك اليرموك، ومن لعبة ثنائية جميلة بين الطرار ووزايد ليسجل الطرار والهدف الثاني للكويت، أنهى به المواجهة بفوز مستحق للعميد بهدفين نظيفين. قد لك نادي الكويت، هارد لك نادي اليرموك، قدمنا مباراة كبيرة. آخر أربع مباريات لاحظنا أن نادي اليرموك متطور مستواه بشكل كبير. بالنهاية أنت تلعب قدام نادي الكويت
افضل فريق يمكن اخر 10 سنين والحمد لله احنا مو في مستوانا، احنا نمر في مرحله طبيعيه تمر فيها كل الفرق يعني في العالم ومنهم ضمنهم نادي الكويت. اكيد ان احنا عارفين الوضع اللي احنا فيه وعارفين ان محتاجين نقدم اكثر عشان نطلع من اللي احنا فيه. اليوم جزء من هذا اللي محتاجين نقدمه اليوم. اعتقد روح اخوان اللاعبين تركيزهم الكبير ثقافتهم داخل الملعب ظهرت اليوم. هذا امكان فريق تحاول ان تطلع على الاقل تصيد هدف على المرتده، على الهجمه المرتده حاولنا ان نصيد هدف بالهجمات المرتده ما قدرنا نصيد هدف، لكن جول دشعينا باخر دقيقه هذا انا اعتبره سوء تمركز لاعب، يعني اللاعب ما كان متمركز صح. الحمد لله على كل حال ان شاء الله بالقادم افضل ان شاء الله. حملون اللاعبين الخساره اليوم سويت تمركز لاعبين؟ لا ما حمل اللاعبين، بالعكس انت قاعد تلعب كل اربع مباريات كل اربع ايام قاعد تلعب مباراه، يعني هم اللاعبين مجهدين يعني جايك من مجهود. العرب الكويت مريح اول جوله باي، اهم شيء تلعب روح تقاتل. كره القدم فوز وخساره هذه كؤوس، عليك انك انت يعني ما اقولك تتعلم من اخطائك، لكن عليك انك تعرف انك انت في نادي الكويت، نادي الكويت او حتى الغاتسيه بكل امانه اكون منصف، هالناديين دائما يطمحون للمركز الاول. في محترفين جدد لنادي الكويت؟ نعم في اثنين ان شاء الله يعني خلال ما بقول كل الايام القليله، خلال اسبوع ان شاء الله بيكونوا متواجدين. ما يلعبون دون نصف النهائي؟ عاد على حسب يعني احنا نحاول، لكن للحين هذا القرار اول شيء متى ما خلصنا مع اللاعبين ويبقى ايضا قرار الجهاز الفني، لكن ان شاء الله باذن الله احنا واثقين كل الثقه بعيالنا الموجودين عندنا اللاعبين المحليين، لان شوف محترفين نعم خمسه الان هم جزء كبير من الفريق، ولكن اللاعب المحلي هو الاساس. هناك اخبار بان احمد الزنكي غريب من نادي الكويت. شوف خلنا اكون منصف معك، احمد الزنكي لاعب مهم في نادي 15 نادي يحتاجونه. اللاعب الزين كل الانديه تبي، انا كنادي الكويت اكيد ابي احمد الزنكي. في احد لما يقول لي هاك احمد الزنكي اقول له لا شيء طبيعي، ولكن هذا الامر متروك لمجلس اداره نادي الشباب ومجلس اداره نادي الكويت، شيء حصل الايام القليله المقبله نشوف. الكويت دشن حمله الدفاع عن لقبه بفوز على كتيبه الوطني هان الصقر بالدقائق الاخيره. في اول مباراه له على راس الجهاز الفني المدرب وليد نصار ينجح بالفوز على اليرموك بهدفين نظيفين ليواجه الكويت نادي خيطان بالدور نصف النهائي. فواز الصلال لبرنامج الديربي. شكرا لك فواز. أبدأ مع أخوي مشعل كونه يمثل الكويت اليوم. نادي الكويت استحق أعتقد المباراة أداء ونتيجة كابتن مشعل. والله أبو سعيد شوف أنا كنت موجود بالملعب. الشوط الأول كان شوط ممل من الطرفين. اليرموك طبعا هذه مباراة كؤوس ما فيها فريق كبير فريق صغير. اليرموك وقفوا ملعبه، الكويت كان بطيئين بناية الهجمة، ما كان في تركيز. ما نحط اعذار والله احنا غايب مننا فلان ولا فلان، يبغى هذا نادي الكويت ما يوقف على لاعب ولا على لاعبين. الشوط الثاني تحملوا اللاعبين المسؤولية، حسوا شوي انه في خطورة بالمباراة. اللهم لك الحمد استفدنا في 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 باص طويل من فيصل، عودة حميدة اخونا فهد العنزي وابو نمر، ان شاء الله من تطور الى تطور باذن الله. والحمد لله قولنا الثاني لعبة جميلة بين فيصل ويعقوب وخذينا المباراة، خذينا الاهم. المصيبة مو هني ابو سعيد، يعني المصيبة بغى تروح المباراة من خطا في من من فار. تخيل راح ارجع للفار، راح ارجع نحط القرار التحكيمي وتعرفون عليه. بس اوكي ابو سالم، شفنا اليوم الكويت بمحترف واحد فقط. نعم يعني هذه من الامور اللي تعطي اشاره واضحه ودلاله واضحه ان اللاعب الكويتي واللاعب المحلي ما يقل شان عن المحترفين اللي كانوا موجودين. انا اتكلم يمكن صح كلام وقتها يمكن بيبون محترفين افضل، بس اتكلم عن الوضع الحالي اللي كانوا متواجدين سواء يعقوب يوسف ناصر افضل من كالديرون وافضل من سعود. انت تتكلم عن نادي الكويت، نادي الكويت يمكن 9 أو 8 بالمنتخب الكويتي. نعم فشيء طبيعي انه يكون نادي الكويت نادي القادسيه مبني المنتخب مبني على هالناديين، يعني عندهم لاعبين زياده. وانا 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 معاك يعني المفروض لاعب المنتخب ما كان المفروض حتى يعني انت تستدعي، يعني انا واحد من الناس قاعد اقول حرام خالد ابراهيم يقعد على الخط وجيمس وصومايله يلعبون كمحترفين وعندنا لاعب مثل خالد ابراهيم
احتمال كبير راح يعني ما راح يستمر داخل الملعب، راح يفقد حساسيته، ما راح يفقد حتى مستوى. نفس الشيء نادي الكويت، يعني مثل عندك يعقوب الطرار وعند يعني فهد العنزي، في لاعبين مبتعدين عن الاصابه ولا لوجود محترفين مميزين حقيقه. يعني نادي الكويت بالفعل هو قاعد يدفع وقاعد يعني يجلب من افضل المحترفين، لكن اكيد راح ياثر على مستوى اللاعب المحلي اللي موجود نادي الكويت، وهذا شيء طبيعي. لكن اليوم لما تشوف المباراه انت شايف نادي الكويت كل شيء سواه لكن ما سجل، ودائما نادي الكويت، وهذه مشكله يواجهها نادي الكويت، يمكن مشعل يعرفها، مشكله نادي الكويت بالهدف الاول، في تسجيل الهدف الاول. اذا سجل الهدف الاول تفتح معه، لكن اذا ما سجل راح يكون تحت ضغط، وكان المباراه شوط واحد. يعني من الشوط الاول لو تشوف المباراه مشعل ما في هجمات خطره بالشوط الاول، ما في نادي الكويت، ما في يعني هجمه واحده بس نزلها يوسف حق فيصل لا لا انا اقصد على الارض، اللعب اللي على الارض، يعني شفت انت الهدف الثاني هدف جمله، هدف جميل جميل بالملعب، انا بالملعب قدام شفت هدف جميل صراحه. العمل اذا صار العمل جماعي هو اللي يفيد الفريق اكثر. نعم طيب دكتور شوف بسعود، صراحه الكويت اليوم استحق، لان فريق يعني فريق الكويت فريق ثقيل يعني، فعرف شلون يدير المباراه وياخذ اللي يبي منها حتى لو تاخرت الاهداف. بس احنا كنا ورا التلفزيون ونطالع وكنا على ثقه ان الكويت راح ياخذ المباراه. يعني اخوي وسالم قال احنا مستانسين ان قاعد نشوف لاعبين المحليين يلعبوا اليوم المباراه. نعم هو فعلا في بعض الانديه، مو بعض الانديه، الاغلب الانديه، اغلب انديتنا مو عارفه شنو معنى اللاعب المحترف صراحه، او ما في فايده من اللاعب المحترف. نعم يعني انت اليوم لما تبي تجيب لاعب محترف يفترض انا واحمد موسى واخوي مشعل اي لاعب كويتي مثلا يستفيد منه، صحيح عدل وعدل ولا يبقى لا اجيبه. اليوم حنا صراحه انا اليوم مستانس اني شفت فهد العنزي بالملعب، استانست لان الفتره اللي طافت كان فيصل زايد مستواه متذبذب، اليوم انا شفت فيصل زايد على حقيقته نجم المباراه، عدل وعدل. فاليوم يا طول العمر لما انت غلصت عدد المحترفين شفت لا اللاعب الكويتي ابدع، يعني كثرت الاقاويل على فهد العنزي، اصابه مستواه مو زين، يلعب ربع ساعه يلعب نص ساعه، بس اليوم انت لما اعطيته الفرصه الولد قول وادى مستوى طيب. فانت اليوم انت بتجيب لي محترف ولا ربع محترف ولا محترف سوبر ولا بس احنا ساعات والله هذا محترف كان بالدوري السعودي، يا معود انت شفته بالدوري السعودي لعب ولا ما لعب، مستواه شنو كان بالدوري السعودي. احنا لا ناخذ على على على, على, على بس انه والله لعب بالدوري السعودي، لا يا جماعه انا لازم اني اتابع المحترف اللي انا استفيد منه. نعم وياي غير هذا الكويت اليوم صراحة قلت لك أنا الميزة وأبارك صراحة في هالمكان حق أخوي مدربنا الوطني وليد نصار، أول فوز لا يستاهل، وإحنا والله نستانس لما نشوف عيالنا ومدربينا ماسكين فرقنا وخاصة الفرق الكبار. وهم بعد بنفس الوقت أقول هارد لك حق أخوي هاني الصقر، ما قصرت طلعت صراحة، يعني مباراة وصلت إلى الدقيقة 90، مشكور مجهود تشكر عليه أنتوا لاعبينك حتى جهازك الاداري والفني، فمبروك اخوانا بنادي الكويت. ابو عائشه اليرموك استحق الخساره؟ والله شوف اول شيء يعني نهني اخواننا في نادي اليرموك وهني الكابتن هاني الصقر على المستوى اللي قاعد يظهر فيه خصوصا في المباراه الاخيره، يمكن هو يعني ظهوره مو جيد في 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 الدوري الممتاز، لكن في تغير ملحوظ على الفريق في الاونه الاخيره، مقاومته او صموده امام نادي الكويت اللي مبارك له كجماهير ومجلس اداره ولاعبين وجهاز فني واداري، صموده امام نادي الكويت اللي مثل ما قال مسالم فريق يضم افضل لاعبين الدوري المحلي، يضم لاعبين المنتخب من 8 الى 9 لاعبين. اليوم كلنا انا واحد من الناس صراحه سعيد جدا بعوده الكابتن فهد العنزي، انا اليوم اشوفه هو افضل لاعب بالمباراه امانه، يعني مع مناصفته مع اخوه فيصل زايد، فيصل عودته للمستوى. فاليوم اليرموك أدى، يعني هذه أداء الكؤوس خصوصا خروج المغلوب، أنت تبي توصلها لضربات الجزاء ويعني وتلعب على قولتهم على إمكانياتك، وكابتن هاني الصقر كان عارف شلون يلعب على إمكانياته، يمكن مثل ما قال أخونا عبد العزيز الفيشاوي
هو خطأ لاعب عدم تمركز جيد دخل الهدف الأول وفتح المباراة. لكن اليوم ما يميز نادي الكويت صراحة، اليوم نادي الكويت ما تحس إنه غايب عنه الأربع محترفين، يعني اليوم نادي الكويت قاعد يؤدي وكأن المحترفين موجودين، ويمكن أفضل من المباريات السابقة في آخر ثلاث أربع مع محترفين. فهذا اللي احنا دائماً نطالب فيه. اليوم ترى عدد المحترفين مو بعددهم بجودتهم. صحيح. اليوم أنا عطني اثنين بأيام قبل أيامنا، اثنين كل أندية الكويت يابوا على اثنين، لكن كانوا مؤثرين يعني. مؤثرين مع الفراغ ومميزين مثل ما قال أبو سالم، لهم حضور. فاحنا هذا اللي نبي اثنين ثلاثة على كل خط لاعب. اليوم 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 بعد في نقطة وايد مهمة لازم أذكرها بالكابتن يعقوب الطراروة. اليوم يعقوب الطراروة على الرغم أنه مبتعد وظروف حصلت له ما له علاقة فيها مع نادية، لكن اليوم لما دش عنده الرغبة دش لعب لعبة من أجمل اللعبات اللي لعبت في الفترة الأخيرة مع كابتن فيصل زايد، الوان تو وشلون هو اللي مررها وكمل منطقة الجزة. فقلت لك كابتن يعقوب، قلت لك كابتن فيصل زايد، قلت لك كابتن فهد العنزي أداء طيب أمانة، ونتمنى نشوف أنا أتمنى أشوف يعقوب المنتخب صراحة. خلنا نروح حق القرارات التحكيمية في المباراة اللي أدارها كابتن عبد الله الكندري، مباراة الكويت واليرموك. نبدأ مع أول قرار تحكيمي، كرت أصفر كان لفهد العنزي، أعتقد مستحق ولا مو مستحق بسالة؟ لا مستحق. مستحق. مشعل؟ مستحق. 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 مو أحمر يعني ما يستاهل. لا لا أصفر. أبو عايشة. لا أصفر. أصفر. طيب. نروح القرار التحكيمي الثاني في المباراة، هذا الهدف، هذا الهدف الغاء حكم المباراة. بصراحة أنا ما أدري ليش ألغاه، لكن أباخذ رأي الإخوان. أبدأ مع أبو سالم. هدف صحيح. هدف صحيح. هو يقولون إن هني في دفع يعني، إنه ماسك إيد اليسار. في شوف حتى الريل. إيد اليسار ماسك حتى إيد اليمين. شوف الريل الكاميرا الثانية وضحت الريل أوضح. إيد اليسار ماسك إيد اليمين. لا لا بسعود بسعود. الكاميرا الثانية وضحت. هو في سحب بيدة وفي حتى من تحت. الكاميرا الثانية. لا 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 صحيح القرار. فاول إيه. مشعل. ما فيها ولا شيء هدف. لا شوف السحب، شوف السحب، هذه لو انا احب بس الوجه، شوف شوف السحب الفنيله، شوف هني، شوف 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 هني توب، شوف شوف مش عارف هني توب، شوف هني شوف احتكاك عادي يا جماعه، والله خذ الكره قبله حاش، وين قبله ما حاش الكره، من اللي ما حاش، خلي عيدها، طيب والله شغل سحب اليد، خلي عيدها سحبه، خلي عيدها، شوف شوف خلي عيدها. ابو سالم تبي فوق ولا تحت؟ لا اللي بيده فوق. تبي فوق ولا تحت؟ باليد فوق، باليد باليد تصير فوق. شوف بيده فوق، شوف هذا احتكاك لاعبين عادي، لا 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 وهني الاولى عادي شد. الثانيه شد وعرغله، شد وعرغله يا جماعه، شوف العرغله، لا لا شد، انا اشوف ما فيها ولا شيء. هذا لو داخل منطقه الجزاء ما جاس الكره، لا الحين هذه الحين هذه لو داخل منطقه الجزاء بلنتي، هي ضربه جزاء والله ما يحسبها. طيب دكتور والله ما فيها ولا شيء، هدف سليم. بس انا قبل ما تو اشوفها باللقطه الثالثه، ومو هذه الثالثه صراحه، قلت انا ما فيها شيء، بس الحين لا فعلا فاول اي، يعني قاعد اقول لكم هذه هني واضحه، هني واضحه، هني واضحه. انا قبل اللقطه هذه صراحه قلت انا لا، ليش لقى، انا اقول ما فيها صراحه، بس اللي انا اقول هذه لا فاول. اللقطه هذه الاخيره، شوف احنا كلنا، انا مع الاخوان يعني، يمكن مو واضح، بس اللقطه الاخيره الكاميرا الثانيه، وهذا اللي دائما احنا نطالب فيه، هذا ذاك اليوم احنا حكينا عنه، ان الفار يفترض انه يكون في اكثر من كاميرا عشان توضح. لا تحط لي كاميرا واحده من جوا، قبل اللقطه هذه انا اقول لك والله كنت بروح نفسي يعني، مش عارف ابو سعيد بقول شغله قبل الحلقه، احتكاك عادي سعيد قبل الحلقه، اثنين حكام سعوديين معروفين، وحكم قطري وحكم كويتي، استشرتهم فيهم كلهم قالوا ما فيها شيء، ما انا اشوف اربعه والله يعني، والله العظيم سالم ترى اثنين سعودي وغطري وكويت، شوف احنا عندنا مشكله، اربعه قالوا ما فيها ولا شيء، سالم عندنا بالكويت عندنا يعني بالكويت اي مدافع يقط نفسه على طول الحكم يصفر، وهذه مشكله لازم يعالجها الاتحاد الكويتي. لكن اللعبه هذه في شد من لاعب اليرموك للاعب من لاعب الكويت من لاعب الكويت،
لا هذا شوف 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 ايده شوف هذه الفنيله شاد الفنيله وشاد الايد شوف شوف يا جماعه كمل اللاعب حاش الكره كمل اللاعب يا ابو سالم اذا كمل منصار كمل ما حاش اللاعب شوف هني شوف عيد من تحت ريله ما حاش الكره ابن الحلال ما حاش الكره يا ابو عايشه شوف في لقطه هني واضحه شوف انا شوف حاش الكره ابو عايشه شوف الكره شلون راحت يمين شوفها شوف ايده هني انت هني عبالك حاش الكره شوف اللقطه الثانيه ما جاس الكره اللاعب شوف 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 لاعب الكويت شوف حاش الكره يا ابو والله العظيم حاشها قبله لا شوف الكره شن راحت ابو عايشه طيب ما فيها نروح القرار التحكيمي الرابع في المباراه او الثالث عنده انذار طبعا هني مبارك البناي ولاعبي الكويت احتجوا انه لازم كرت اصفر ثاني عشان يطرد انت شو تقول ابو سالم والله انا اشوف فيه دخول في دخول اي نعم مشعل كرت اصفر ثاني كرت اصفر دكتور لا فيها دخول كرت اصفر ثاني وطرد طرد هاي كرت اصفر ثاني وطرد نعم اذا ما كان بعد يعني طرد مباشر لا كرت اصفر ثاني طرد مباشر كيف رايك دخول متهور نروح لقرار التحكيم الاخير ربع هني ما ادري شيء هني ايضا يوسف عنده انذار طبعا من الشوط الاول وايضا ما اعطى انذار ثاني بسالم شوف هو دخوله غلط طبعا لكن هو ما حاشه يعني بس دخوله غلط وفاول في انذار لا ما اعتقد مش هل شوف ما حاشه لا ما لا حاشه ما حاشه دكتور والله فيها تهور يعني في انذار لان عنده انذار ترى لا شوف هو فيها تهور والله انا اتوقع ما حاشه يعني يا جماعه شوف لا شوف هو ولو حاشه ابو لا حاشه اوكي انت شوف هو اذا ما حاشه المفروض ما يعطي فاول طيب لا بس ما دام انه عطى فاول لازم يعطي النار لا حتى لو مو حاشه ما دام رافع ريله اي قاعد فيها تهور اي فيها تهور انا اقول المفروض ما يعطي النار ابو عايشه كرت اصفر ثاني وطرد طيب وصلنا الختام بس بذكر لقطه طبعا احنا نشيد يعني لما نشوف شيء ايجابي لازم نشيد فيه اليوم الأرضية الكل أشاد فيها صراحة واستمتعنا وإحنا نطالع المباراة أرضية استاد صباح السالم مقارنة بأرضية المباراة اللي قبلها يعني شيء زين يعني ما يخال وقفونا خلي وقفونا تنتشر بس بالنهاية يشوف الملعب هالصورة كنا نتمنى تستكمل هذه الحلاوة والجمالية بكراسي الاستاد صباح السالم يعني هي الملاحظة بس الإخوان يعني تنكرين ماية وثلاثة يرشون فيها الكراسي يمكن صحيح الجمهور مو العدد اللي راح يقعد ويملي كل هالكراسي لكن بالنهاية نظافة الكراسي من الإيمان طبعا اللي عرفته ان هذه الفوطة حق الجمهور عشان يمش ايه لما يجي والله هذا اللي عرفته من الاخوان هل بيرسل ايه يعني لما تيجي يعني النادي حاطينها ولا هو جايبها والله عاد ما ادري هل واحد من الجمهور جايبها وياه المباراه اللي طافت شلون ناسين المباراه اللي طافت لا صدق والله لا لما يعني الحين انت لما تروح لا ما اعتقد لا ما في الملعب مسكر شهرين تو افتتحوه بس يعني الاخوان اللي حضروا المباراه احد الاخوان اللي زودني بالفيديو يقول لما نيجي بنقعد موزعين هذه الفوطة هذه نفسها يوزعونها كل واحد يعطيها الثاني نفس الفوطة ليش لونها اصفر يبقى صدفة كودري بعد كودري بعد شوف هذه مقصود انا اقول دكتور يا العرباوية مو كذي يا اخوان لا صدفة كودري شنو لونه ازرق ابيض احمر كودري لا مقصوده دكتور مقصوده نادي مزينة واحد من الجمهور جايبها احمد شوف ربعك احمد لا واحد من الجمهور جايبها لا تحسس عموما هي ملاحظة بس اخواني يتحملونا لان نظافة الكراسي مهمة احنا شدنا بالارضية وجمالية الارضية لكن ايضا نظافه الكراسي خاصه ان انتم تدرون يعني الاخوان في النادي العربي يدرون موعد المباراه قبلها بساعتين ثلاثه العمال يعني هي مجرد ملاحظه حق ان شاء الله المباريات القادمه شكرا للكابتن راشد ديح شكرا للكابتن مشعل حميد ابو سعيد تكفى بس تفضل بشكل سريع طبعا وصلتني دعوه يوم الجمعه اللي طاف من اهلي في 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 السعوديه وخصوصا في القصيم احتفلنا في بطل آسيا الهلال من الملعب مشكورين أهل القصيم احتفال كان مميز
كان ودي والله عرض الاحتفال بس الظاهر اوامر عليا ما نعرض الاحتفال. واقول لكم مشكورين اخصص اخوي وصديق الاعلام ابراهيم الصالحي، مشكور يا ابو صالح بيض الله وجهك على الدعوه، مشكورين الاعلاميين اللي حضروا، مشكورين الجمهور، والله يديم افراحنا كهلاليين ان شاء الله من سنه لسنه. ورى الصوره مخرجنا، خلي يحتفل ويا الاحتفاليه مالته الحبيب، خلي يحتفل بس. الله من هذا؟ من الحمد لله. الحمد لله هذا اللاعب، هذا هداف اسيا، هداف العالم. لان هداف اسيا قميص، هداف العالم اخوي. تقول لي اسيا ما ادري افريقيا ما ادري وش بدله والله. هداف العالم، هداف العالم، هداف العالم وافضل لاعب، هداف العالم، هداف العالم واخوي الكبير جاسم الهويدي هداف العالم. وين هذا اخوي الكبير؟ احمد عجب هداف العالم، اخوي الكبير بدر مطوع. هذا لا لا هذا لا، انا هداف العالم جلاد الهلال، انا افتخر بالكويتيين اللي عندي. جلاد الهلال افتخر فيه. حط قميص ماخذ اسيا، هذا هداف. لا تشيل الصوره تكفى، لان هذه تقهر الهلاليه وتقهر. ايوه حط الصوره، خلي الصوره بختم على الصوره. وصلنا الختام، شكرا لرعاة. خلي الصوره مخرجنا تكفى، خلي الهلاليه يستانسون. ادري كل واحد الحين راح يقلب القناه، ما يهمني، ادري مش الحين بيقوم بالقناه، ما يهمني. له لغب. شكرا جلاتكم، هذا لقب جلاتكم، لغب البكاء. شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه كلمه ترين. كلمه نفوز الحمد لله. اي والله احنا الهلاليين كلمه نفوز الحمد لله. الحمد لله على نعمه الهلال. نعم شكرا لكم. بعدين ليش ليش جلاتكم هذا؟ ليش تصور انتم سلمان؟ ليش تصور انتم سلمان يوم رحت قطر؟ ليش تصور؟ شنو؟ ليش تصور مع سلمان يوم تروح قطر؟ هو قال لي تعال. هو قال لك إيه؟ لك الفخر تصور مع لاعب هلالي. تشرف انه سعودي. هو هلالي. لا لا لا. وهلالي. انا تشرفت اني صورت وياه لانه سعودي. لاعب منتخب سعودي. وانا رايح لانه لاعب منتخب السعودية. كابتن منتخب السعودية. ورايح لانه لابس وكابتن الهلال. لابس المنتخب السعودي. وشال اسيا من الملعب. ما 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 يبالي اصلا الهلال ما ناس. لا لا لان تدري الهلال راح، الهلال راح صورة سلمان راح الناس تعرفك. ها؟ لكابتن طبعا عبد الرزاق حمد الله، فرحنا بهالصورة صراحة، يستاهل، هداف العالم وافضل لاعب عربي لعام 2019 حسب قول 27 بلنتي. المهم جلات الحين مو بس اقول لك جلات اختم خلصنا. اذا ما فيها ازرق انا ما اعرف. كل شيء فخم فيه ازرق. مطعم تسيمو، مطعم سيامي وسطى، بن العميد، اطياب المرشود، شركه التون جرافكس، شركه الكويتيه خدمات طيران، كاسكو، تولز بيتزا، عسل العويد، دير اند دير، معرض بريمير سبورت، وكلاجي فوزيوس في الكويت، وليمون لايم. نلقاكم باكر، مع السلامه.